بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الجليس الصالح يطيل العمر. ربما تعجبون، هذا ما تقوله الدراسات العلمية الحديثة. دعونا نتأمل هذه الدراسة الغريبة. بدأ العلماء بإيجاد أسباب الوفاة المبكرة وأسباب الإصابة بالأمراض النفسية، وضمن هذه التجارب ما قام به فريق بحثي حول أسباب طول العمر. ويقول الباحثون في هذه الدراسة الجديدة إن من يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية ارتفعت بينهم احتمالات طول العمر بواقع 50%، مما يؤكد أهمية الصداقة للصحة العامة. ويؤكد البحث أن الصداقة تعتبر مصدرا هاما من مصادر السعادة الحقيقية، ولا تقل أهمية عن السعادة التي تولدها الحياة العائلية، وتزداد أهمية الصداقة مع التقدم بالعمر. ويرى الخبراء في الدراسة التي نشرت في مجلة بلاس الطبية أن الصديق الصالح يوفر الدعم الاجتماعي من جهة، والإرشاد والمساعدة المادية، لأن العلاقة مستمدة من الثقة المتبادلة بين الطرفين. إضافة إلى ذلك، فإن الروابط المشتركة بين الأصدقاء تجعلهم يقضون وقتا ممتعا حتى في الأوقات العصيبة. القرآن الكريم أيها الأحبة في كثير من الآيات يأمرنا باتخاذ الجليس الصالح، بالتعاون على البر والتقوى، بأن نكون مجتمعين ولا نعيش منعزلين، فالعزلة تعني الموت. لذلك قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. انظروا صيغة الأمر للجماعة، تعاونوا. إذن هناك تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام.